إذا بدنا نكمل من المرة الماضية بدينا نشتق معادلة الماركوف تشين. ما حصلنا هلا اللي اشتقيناه المرة الماضية قضينا فكرة منيحة احنا بنشتق الـ probability of a journey من I لجيرو. وبتتذكروا طلع معي أربعة تيرمز، حسبنا الأربعة تيرمز المختلفة في المعادلة اللي كانت من I plus 1 لـ J minus 1. تذكر طلع معي أربعة تيرمز، والأربعة تيرمز هذول كانوا يعملوا رانينج من I minus 1 I plus 1 ل J minus 1، هذا كان من I ل J minus 1، هذا من I plus 1 ل J، وبعدين هذا كان من I ل J، فكل واحد من هذول كان 1 minus K summation، هاي كانت مثلا I plus 1 ل J minus 1 U K minus 1، كل هذا الطول. هاي بتمثل وين سعد؟ سعد مش موجود. سعد كان دائما يسال هاي الـ probability of a journey انها تصير قبل ما اشوف الناس شو اختاروا، احنا لسه على الطابق الارضي قبل ما يوصلوا بيختاروا، عمالي بسال شو احتمال يصير عندي journey من واحد لثلاثه، فانا مش متاكد اصلا انه هو راح يوقف على ثلاثه، مش متاكد انه راح يوقف على اي، لسه مش متاكد، عمالي بقول شو احتمال انه، لكن اذا بطلع على الماركوف تشين من تعريف الماركوف تشين شو لازم تكون الـ probability transition probability؟ هي احتمال انه اذا انا اليوم كنت في هاي ستيت الترانزيشنز جاي وين اسير؟ بالستيت الثاني، اذا هي احتمال انتقل من ستيت A لستيت B، جيفن انه ايش انا هلا؟ اذا تذكروا دائما انه الماركوف تشين البروبابيلتيز الموجوده في الماركوف تشين هي بروبابيلتي انه اعمل ترانزيشن من I ل J جيفن انه انا الان هاي هي تعريف الماركوف تشين، هي تعريف كل الترانزيشن بروبابيلتي اللي في الماركوف تشين. إذا أي probability موجودة في الماركوف تشين شو بتقول؟ بتقول شو احتمال إنه أنا أنتقل من هون، شو احتمال آكل بيتزا بكرة إذا أنا ماكل منسف اليوم، شو احتمال أنتقل من منسف لبيتزا إذا أنا الآن في منسف، إذا نفس الشيء من هون، شو احتمال إنه أنا أنتقل من الطابق I للطابق J given إنه أنا بس أنا ما اشتقيتش غير الجزء هذا، هلا هذا إذا بدي أبسطه اتذكر الكونديشنال probability شو بتقول؟ probability of A given B بتساوي probability of A and B زي ما حكى زيد زيد النشيوات موجود اليونيفرسال سيت صارت B هاي عندي B وهاي عندي A the probability of A and B وينها؟ هاي بس هاي عايش مقسومه probability of A and B مقسومه على كل اليونيفرسال سيت بس انا لما بقول احتمال انه A و B يصيروا given انه بي صار خلص انتهى احنا هلا صرنا في بي اذا اليونيفرسال سيت تبعتي شو صارت؟ بي اذا ما بقدر اقسم على هاي البروبابيلتي زادت صارت بقسمها على بي اذا من هذا الشكل اللي موجود هون probability of A given B احتمال انه A يصير given انه بي صار هيك طلع هي كانها صارت عندي ست جديده يونيفرسال ست جديده هاي اليونيفرسال سيت اليونيفرسال سيت صارت بي فصار عندي هاي الاريا على الاريا كلها اللي موجوده هون هي probability of A and B على probability of B ولما بقسم شيء على رقم اقل من واحد شو بصير في الرقم هذا؟ وهذا واضح من هون احتمالاتي تحسنت هلا هون صارت لان انا بقول انه صارت B فصارت القطعه هاي على B من هون فبقسم القطعه هاي على القطعه في حين احتمال A وB يصيروا لحالها لو قلتها لحالها هاي القطعه ايش مقسومه؟ على كل المصطلح احتمال انه A وB يصيروا الاثنين مقسوم على كلها، بس احتمال انه A يصير given انه B صار صارت القطعه هاي عن القطعه اللي موجوده اذا هذا لو بدنا نترجمه هون شو يعني؟ يعني probability انه يصير في عندي journey من I ل J and stop at I على probability of stop at I مش هذا ترجمة ل A و B A and B على probability of B اطلعوا لي هلا على هاي احتمال
احتمال انه يصير في عندي جيرني من اي لجي وكمان اوقف على اي. شو بيحكوا لكم هذول التوتر الايفنتس هذول الاثنين اللي صار؟ انه يصير في عندي جيرني من اي لجي واوقف على اي. مش في واحد منهم مشمول بالثاني؟ مش في واحد بينتبه بالثاني؟ طب انا لما بقول لك شو احتمال انت تروح من عمان لاربد وتكون انت في عمان؟ ما هو نفسها مش هيك؟ او في داخلها. يعني في ست عندي بتشمل ست ثاني. بتروح هذا الجزء منهم مش هيك؟ هو هاي شاملتها. انا لما بقول الاحتمال اكون من اي من اي لجي اروح من اي لجي فانا خلص لما بقول انه اي من جي يعني كاني وقفت على اي. فهاي بتساوي يعني هون بتطلع على هاي شو البروبابيلتي اوف اي اند بي؟ مش نفسها؟ مضبوط؟ اذا ست اذا اي تنتمي لبي اخذتوا هاي الرياضيات في المدرسه؟ مش هيك؟ رياضيات السيتس والشيء اي هي جزء من بي فاحتمال انه اي وبي يصيروا هي اي. اذا نفس الشيء هون رح يكون عندي بروبابيلتي ايش بتصير البطاريه ولا؟ مش اذا انا حتى احط هلا القيمه في الماركوف تشين ماتريكس ترانزيشن بروبابيلتي كل اللي بدي اعمله اللي اشتقيته هون هاي القيمه على ايش بدي اقسمها؟ بروبابيلتي اوف ستوب او اي. طيب خلينا نطلع نعم تفضل هسه الترم الثاني والترم الاخير دائما بنشيل المنافس هذول بتحكي انت عن هذول؟ الثاني والاخير اه هذول باي حاله؟ بس اذا كانت اي 0 بس اذا كانت اي 1 اذا كانت اي 1 بضلوا موجودين الاربع ترم في عندي قيمه هلا احنا حكينا عنهم المره الماضيه ظبطناهم انت طلعة هاي هلا هاي اي ممكن تكون 0 ممكن تكون 1 ممكن تكون 2 مش هيك اذا انا بديت من 0 فعندي انا اكيد انا راح اكون في الطابق 0 مش هيك فببدا من 0 بروح تتعدل هاي اظن عدلناها المره الماضيه مش عدلنا هاي عدلنا اذا كانت هذه 0 بيختفوا اي تيرمز بيختفي التيرم هذا وبيختفي التيرم هذا الثاني والرابع بس هاي بالبروبابيلتي اوف جي من 0 ل اي لجي من 0 لجي هلا بعيد هلا براجع خليني بس اركز على الفكره هاي الفكره هاي انه انا ما بقدر احط هاي نفسها في شو الفرق بين هاي البروبابيلتي هاي البروبابيلتي طلع هاي البروبابيلتي هاي البروبابيلتي بتقول البروبابيلتي اني اروح من اي لجي انا لسه في الطابق الارضي مش عارف اني راح اروح انتهي في اي ولا ما راح انتهي في اي بس هاي شو بتقول احتمال اروح من اي لجي جيفن ان انا وصلت لاي هاي البروبابيلتي بتختلف على هاي يعني هون ضليت استنى ولقيت اني وصلت لاي هلا وانا في اي شو احتمال اروح من اي لجي هاي البروبابيلتي لكن هاي شو بتقول هاي على فكره زي القطعه الصغيره هاي وهاي هي القطعه الصغيره هاي مقسومه على هاي هذا هو الاختلاف بين هذول انا عمال بقول انه صارت اي وقفت على باك صار بي هون لسه ما صارش بي اذا حتى احول من هاي لهاي ايش بدي اقسم بروبابيلتي هاي هلا صارت تساوي لهاي اللي موجوده يعني هلا صار عندي probability of j journey من i ل j given stop at i تساوي probability j i j اذا كل اللي بدي اعمله بدي اقسم هاي الفورم اللي طلعتها بدي اقسمها probability of stopping at a floor شو probability of stopping at a floor بشكل عام؟ احنا كنا نحسب دائما ايش الاسهل نحسبه؟ اني ما اوقف على الطابق هذا، ما بوقف على الطابق هذا اذا ايش صار؟ اذا كل البي باسنجرز اختاروا ما يروحوا على الطابق هذا، اذا بشكل عام the probability of stopping at a floor او probability of not stopping at time تساوي probability of not stopping at the floor 1 ناقص يو اي على يو ناقص هو بي شو معناها هاي فيزيكلي اذا بنفسرها بكلماتنا كل البي باسنجرز اختاروا ما يروحوا على الطابق اي فما صارش في ستوب اذا probability of stopping at i شو بتساوي؟ 1 ناقص اذا probability of stop at i بتساوي 1 ناقص يو اي على يو ودي هاي رح نحطها اذا احتمال اني اوقف ما اوقف على الطابق 1 ناقص يو اي عليه فكر فيها بالكلمات فيزيكلي في باسنجرز كلهم اتفقوا وقرروا ما يروحوا 1 ناقص ما يروحوا على الطابق بس طلعنا هذا النقص طبيعي اذا ستوبينج 1 ناقص هذا النقص
اوكي. اذا هذا صار لي، كان هذا في كمان النقطه اللي طرحت المره الماضيه اللي هي كانت فكره اتش، حتى نكمل الماتريكس يعني. كل هذا واضح هون قبل ما امحي، كل فاهمين حديد ماشي اموره ولا قست من الحياه زي هذيك المره زي ليانا؟ وين ليانا؟ ولا مش موجوده؟ ما تيجي اقسم الحياه ببين ماشي. عشان هلا احنا بدنا نعبي الماتريكس زي ما عبيناها قبل شوي، زي ما عبيناها بحاله مثاليه من الثانيه. بس خلينا ناخذ هلا الماتريكس ونعبيها كلها من هون زيرو اللي بتقابل الارض سنجل انترنس. واحد اثنين. نعم. تكون اربعة او ثلاثة. بدك ناخذ رقم، لا انا رح حل مثال، رح حل مثال بس رح احط انا هلا معادلة تعال، بعدين رح ناخذ مثال خمس طوابق او اربع طوابق ونحله ونحط الارقام فيه. هلا هون عندي اني انتقل من طابع لطابع رح تكون دائما واحد اثنين ثلاثة ثلاثة وروح من هنا لهنا. اذا هذا متفقين الدياجونال هذا راح يكون زيرو، نحطه بلون ثاني. لوجيكلي احنا قلنا ما راح انتقل من طابق بالترانزيشن اللي بعديها يعني، بس يصير في انتقال ما راح اضل بنفس الطابق، راح اكون انتقلت منه. بعدين حكينا الرجوع اني ارجع من 2 ل1 0 وارجع من 3 ل2 0. إذا تقريبا كل هذا المثلث حيكون عندي هون زيرو. كل هذا راح يكون زيرو لأني incoming traffic يعني. هون راح أحط في الخط الصغير لو مش incoming traffic بطلوا هدول زيرو. مظبوط. هذا المثلث هذا اللي هو هون هذا كله incoming traffic. عندي هذول هم اللي حسبناهم بس بدنا نطلع عليهم. هلا في عندي حالتين، في حاله probability بدي اقسم كل شيء على probability of stopping at a floor. مضبوط. فراح اميز بينهم هلا، راح اميز بين الطابق الارضي لانه في شويه اختلاف رح يكون بالمعادله والطابق الثاني. الطابق الارضي راح احط هلا خط هون خلينا نترك الطابق الارضي هلا لفتره ونحط المعادله اللي راح تيجي عندي هون اي تو جي وير اي از نوت ايكوال تو زيرو. هاي ما بتساوي المعادله هاي حسبناها طلع معي اربع تيرمز هدول راح احطها بس انا بشكل عام. هاي الترم اللي بدي اياه احطه، انا كتبته واحد هو طبعا حيكون صغار كثير ومحط، بس هي نفس المعادله رح تضلها منطبقه في حاله اي ما بتساوي زيرو. في الحاله هاي رح يكون probability of a journey من اي لجي اللي هي الاربعه تيرمز اللي شفناهم هذول بلس ماينس ماينس بلس ماشي. والبروبابيلتي اوف ستوبينج ات اي مش زيرو، ما راح تكون زيرو، اللي هي عباره عن probability اوف ستوبينج ات اي هاي لي هاي. لكن في اختلاف عندي بالطابق الارضي. شو الاختلاف بالطابق الارضي؟ شو احتمال اني اوقف على الطابق الارضي؟ واحد مش هيك؟ واضح؟ لازم اوقف على الطابق الارضي، بدي اخذ الناس من هناك. إذا هون probability of stopping هاي رح تكون واحد، إذا هون ما رح أقسم شيء أو رح أقسم على واحد. إذا هون رح تكون نفس الشيء probability رح تكون probability of a journey من زيرو لجين هي نفس بقسمها على واحد فبتضلها نفس. إذا هاي probability of a journey from zero to جين وبقول لها probability of journey from zero to جين رح يكون فيها بس two terms
ببدأ إيش من I plus one لJ minus one. بعدين بنبدأ من I plus one لJ. هذول ففي حالة لما تكون I بتساوي زيرو الحالة الخاصة اللي I بتساوي زيرو بتصير المعادلة هاي تتعدل ببطل فيها غير two terms. اللي هي والprobability of stopping at zero فأنا كأني قسمت على واحد شو طلع عندي؟ زيد نبهنا المرة الماضية قال إنه هاي لها علاقة probability إنه يكون highest reversal floor هو I مظبوط فيها تعديل بسيط بدي أقسم بس على probability of stopping at I أنا تأكدت منها عملت بعض أمثلة بعد المحاضرة الماضية بيطلع فعلا مجموع هدول واحد مش إحنا كنا نقول مجموع هدول لازم يطلع واحد لو أخذت الفورمولا probability of H تساوي I مقسوم على probability of stopping at I بيطلع هو هذا الكولوم اللي موجود هون شو يعني probability of H بتساوي I؟ probability إنه يكون highest reversal floor هو ثلاثة أو أربعة مش هو إذا لف ورجع من هون يتحقق وصار هو H مش إذا وصل أربعة ولف ورجع معناها فعلا هو صار H لكن مقسوم على given إنه هو وقف على إذا هاي راح تصير المعادلة هون probability of H تساوي I على probability of stop شو احتمال انه يكون الـ highest reversal floor n given ان احنا وقفنا على n؟ واحد فهي راح تكون واحد على اي حال يعني المنطقة اذا انا وصلت خمسة في مكان ثاني اروحه وبقدرش ارجع من خمسة لا على أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين ولا واحد وين لازم ارجع؟ إذا probability n لزيرو واحد والرو كمان مجموع الرو كمان في اكثر من طريقه صح كمان لان هذول كلهم زيرو لازم هذا يكون واحد اذا probability يعني probability h بتساوي خمسه وprobability stopping at خمسه هم نفس الشيء صار هذول بس مرتين على بعض بعطوني واحد هيك اكتملت عندنا الماتريكس الترانزيشن ماتريكس وهذه راح نسميها نفس البي اللي كنا نطلعها طلعناها بالمثالين الثانيات الموجودات هنا هلا هون بنستنتج اشياء كثير من هاي زي اللي طبقناها هلا لو طلعت الباي لهي باي على فكره بيطلع فيها ارقام شو معنى باي؟ شو بتحكي لي باي؟ شو كانت تحكي لي باي قبل شوي في حاله السيارات؟ احتمال انه السياره تكون في عمان او اربد مش هيك؟ اذا شو باي هون راح تقول لي؟ احتمال انه يكون الطابق الارضي او الاول او الثاني في اي لحظه من اللحظات وهي مهمه جدا راح تشوفوا هلا كيف استعمالاتها والفائده منها راح تصير كاني عمالي لو انا اجيت في اي لحظه فجاه اجيت على هالمصعد هو عماله بلف شو احتمال الاقيه بالاول او بالثاني او بالثالث او الرابع او الخامس او بالارضي راح يعطيني اياها الباي ترانزيشن بروبابيلتي واضحه لحد هون هلا راح نمشي هلا ناخذ مثال ارقام راح نحط شويه مثال ارقام وقفيها يا سيلينا اسمعني